بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار. وحييكم مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدد جديد ومتجدد من برنامجكم الحج أخلاق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. بعد الوقوف بعرفة وأداء مناسك الحج كلها، حان موعد الرحيل وتوديع بيت الله الحرام. ترى ما هي الأخلاق والضوابط التي ينبغي للحاج أن يتحلى بها وهو يودع البيت العتيق والمسجد النبوي؟ ثم ما هي الأمور المستحبة أن يقوم بها الحاج وهو قد فرغ من مناسك الحج؟ كل هذه النقاط وأخرى سنناقشها رفقة الاستشاري والمرشد في الحج والعمرة الأستاذ الدكتور يحيى بكلي، ومرشد واستشاري في الحج والعمرة. أهلا ومرحبا بكم أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ، بارك الله فيك. حان موعد الرحيل، الوداع يا بقاع. ما شاء الله، إذن نقول وبالله التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد انقضاء المناسك خاصة أيام التشريق، خلاص يرجع الحاج من منى إلى مكة، يتبقى له أيام ثم يودع ويرجع إلى بلده. الذي تعلمناه من السادة العلماء أن المسلم في الحج وحتى جميع العبادات، السلوك السوي ما هو؟ هو أن يكثر من الاستغفار وأن يسأل الله القبول. هذه مهمة جدا ويغفل عنها كثير من الناس. هو بالنسبة له ما دام وقف في عرفات وبات في مزدلفة وأيام التشريق في ميناء، خلاص قدم عمل الذي عليه. أي نعم، لكن ما الذي يضمن؟ هل الله عز وجل قبل حجتك؟ هذا سؤال ينبغي أن يحمل همه الحاج. هل الله عز وجل قبل حجتي؟ لذلك أول شيء يكتم من الاستغفار، ثم يا ربي تقبل. هذه اللي قال عليها ربي سبحانه: والعلم عند الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو سلوك المسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن الإنسان الحاج يكثر من هذه، من هذا الذكر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ويكثر في أي لحظة يسأل الله، يعني يركز عليها: يا رب اغفر لي إذا يعني قصرت في أحد الأركان أو أحد الوجبات أو إحدى السنن، ما أديتهاش كما ينبغي، يا رب اغفر لي تقصيري فيها. مهم جدا. ثم يواظب على الأخلاق، الأخلاق الحسنة في التعامل مع المسلمين الذين معه. ثم يؤدي الواجب، يعني لما يتضح رحلة خلاص لم يبقى منها يعني شيء، رحلة نتاعه يتأهب، الأمتعة جاهزة إلى آخره. آخر فعل يفعله الحاج هو أن يتوجه الكعبة ويطوف طواف الوداع، وهو واجب، ليس بركن وليس بسنة، واجب. طبعا الفقهاء يدخلوا في التفاصيل، هل هو أيضا واجب على المرأة؟ لا، هو واجب على الحاج رجل والمرأة، لكن إذا المرأة جاها محظور يعني شيء كذا عادي، لا عليها، ما عليها شيء. خلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا واحد الذكر منيح جميل، ماذا بين الحجاج يحفظوه، أنه كي تشوف الكعبة خلاصك تودعها: اللهم لا تجعله آخر عهد لي بالبيت. منيح الإنسان ما ينساش هذه. وأنا هذه من عندي بالخبرة، كان بعض الحجاج من الله عليهم أنه يدي واحد من والديه أو والديه، يدي باباه وإما الحج معاه ومعاه في الحج. فنقول له: يا عبد الله، هذه فرصتك الذهبية،
والتاريخية أنك تستشهد الله على رضاهم لك. وانت مقابل الكعبة تسأل والديك مثلا باباك، يا بابا هل راك راضي عليا؟ يقولك نعم أنا راضي عليك، بعد ما ينتهي الحج وهو وفرحان. اللهم فاشهد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كي قال لهم ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، وإن كان هو في عرفات خلينا، لكن العبرة أنه يستشهد الله، يا رب اشهد باللي والدي أم راضيين عليا. يوم القيامة الله عز وجل كيسألني على والدي، يا ربي عند الكعبة بعد الحج أسألهم. فهذه يعني هذه التجارة مع الله، هذه يعني كهدية نهدوها للحجاج، أنه إذا ربي أعطاك باباك ولا يماك ولا كليهما وديتهم الحج بافيت. وحتى الزوجة إذا معك زوجة، لأنه لازم ترضى عليك وأنت لازم ترضى عليها باش تدخل الجنة. فنتعلموا هذا الفن هذايا، أنه لما نودعوا مكة ونودعوا الكعبة، الأعز الناس اللي معايا يعني أستشهد الله، أنه أشهد الله، أو خليني نقول هو أجعله يشهد الله أنه راض عني مثلا. هذه كلها. وما دبي واحد النصيحة أيضا إذا يسمح الوقت، اللي هو أنه الحاج يستحضر ما بعد الحج، يروح لبلده بأخلاق الحاج، ويدي معه تقوى الله ويعطيها لعياله تقوى الله. وأيضا يحكي ويعظم الشعائر، يحكي للناس أجمل ما في رحلة، ما يحكي لهمش على المتاعب والمشقة، وقال مات هذاك وضع هذاك وتاه وهذاك وإحنا قتلونا بالشر وما تهلاوش فينا. لا، هذا احتسب عند الله، احتسبها عند الله. معليش عندك ما أوقات تشتكي بهم لمن يلزم، لكن الناس اللي عندك في البيت يستناو تحكي لهم على رحلة، احكي لهم أجمل ما فيها، علاه؟ باش يتشوق. وهذا دخل في ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صح. وأيضا أستاذ جميل، ما هي الأمور المستحبة أيضا أن يقوم بها الحاج وهو قد أنهى مناسك الحج وقد ودع؟ نحن نعلم أن الشيطان يتربص بهذا الإنسان. نعم. وقد يعود وينتكس هذا الإنسان. نعم. كيف نحافظ على هذا الحج؟ نعم أحسنتي، يعني الحاج ماذا بك ينتبه إلى بعض الأخطاء الشرعية والسلوكية اللي بزاف ناس يقعوا فيها ولا ينتبهوا، اللي هي إداية المسلمين، خاصة الناس معاه في الغرفة، الناس معاه في البعثة، الناس كذا. لا، الواحد ينتبه يكملها مليح، مش على جال واحد الباكاج ولا على جال واحد المكلة نخسر يعني نجح المشاعر نتاع أخي اللي معايا في الغرفة ولا حاجة، ولا في المطار مثلا على جال باش يسبق بالأمتعة تاعو، لازم هي الأولى يأهدي الناس وعلى حساب الضعفاء والأنانية. ما نحكيش على مسألة يعني يعطي ما لا يجوز شرعا من أموال للذي اللي يشتغل في المطار باش يمشي له هذه وهذه، هذه كايدة. ومثلا هذو كاع صاروا للأسف، احنا ننبه من باب ودك فإن الدكات نفع المؤمنين. انتبه، ماشي معناه كملت المناسك معنى الضوفي ساك مقبول، لا. ثانيا الحج يبان الأخلاق بعد الحج، وانت في مكة هي من أمارات الحج المبرور، من تمات حسنتي، من تمات أنه يزكي النفس نتاعه، فالإنسان ما يكونش أناني. العكس، التملي لازم يبادر بفعل الخيرات، يفد ما يخليش مثلا وحدة عجوزة مسكينة تتممد مع حقيبة الحجة وقاعدين أنا نفد لك مثلا. هذا هو سلوك الحاج بعد الحج. شكرا أستاذ يحيى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد، الحج أخلاق. نلتقي بكم في أعداد أخرى وفي موسم آخر بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.